الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة، اللهم عافنا في بلدنا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وصفحنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتها من المغرب فأبت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك فلنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نوشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا وأن والدنا وأن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله التذكرة كنا سمعنا عليه فضي أستاذ زينب عليه السلام. أسأل الله أن يبارك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya kasihi Tuan-tuan Imam, para cendekiawan, Al-Ustaz, Ustazah, hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah yang saya muliakan, Ustaz Abdul Halim ada di belakang sana, ya, Ustaz Khalid dan rakan-rakan guru yang lain, jiran tetangga seterusnya, hadirin sekalian. Alhamdulillah, marilah kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan untuk kita menunaikan solat sunat tarawih pada malam ini. Malam ini kita masuk biar laju sekian. Kalau tuan-tuan perasan agak lama sedikit. Ayolah. Dan kita buka baca satu halaman untuk rakaat pertama dan halaman kedua untuk salam insya-Allah. Ya, mudah-mudahan saya berdoa tuan-tuan puan-puan termasuk saya dapat bertahan di samping mentadabburkan makna-makna yang dibaca. Alhamdulillah kita dapati seluruh masjid kita ni penuh, begitu juga dengan di bawah khemah sana. Sebab saya semalam selepas 4 rakaat saya ke bawah untuk melihat suasana dan alhamdulillah begitu teratur dan baiklah. Alangkah indahnya, saya rasa, saya berharap kalaulah boleh ceramah ini kita
tunjukkan pada waktu subuh. Bukan lama kalau subuh hari Jumaat ni pakat gini mari gini berlaku. Subuh Jumaat. Saya minta dari hati yang tulus, subuh Jumaat solat fardu kita tunjukkan seramai ini boleh datang. Hebat. Orang kafir dia tidak akan rasa gerum terhadap kita seandainya solat pada waktu subuh hanyalah dua baris. Jadi kalau ini menunjukkan kesatuan kekuatan ummah Islam yang sebenarnya. Dan yang kedua, saya akan terus membangkitkan hari ini, iaitu masih ada lagi di kalangan sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah mungkin yang tidak menunaikan solat sunat sebelum Isyak dan selepas Isyak. Apa perasaan kita kalau kita tengok imam semayang, tok imam semayang, tok bilal semayang, ustaz semayang, jadi kita tak semayang? Apakah kita meletakkan tarawih itu lebih mulia daripada solat sunat qabliyah, rawatib? Saya rasa 3 tahun, 4 tahun lepas ustaz Ali sebut ranking semayang sunat. Ini panas sikit. Nak kata mana tau? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا كفار أثيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا
الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وشفعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، والحمد لله رب العالمين. أوجروا وزيدوا وعظموا شر بأسر الصيام رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وجمعنا ومولانا محمد صلى